السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية وياكم أخوكم سجاد الشم. ورجعت لكم بحلقة جديدة من حلقات المراجعات. واليوم عندنا جهاز جديد من شركة سامسونج وهو هاتفها الجديد اللي يحمل طراز C5. C5 هو جهاز جديد من شركة سامسونج يطرح مواصفات متوسطة لكنه متغيرة نوعا ما عن روتين الأجهزة اللي سبق وتعرفنا عليه من شركة سامسونج نفسها. وطلبت من عندي هذا الجهاز الأكثر من مرة وللأسف أعتذر من عندكم تأخرت فيه، لكن اليوم عازم على محاربة هذا الجهاز، فراح نتعرف على هذا الجهاز وراح نتعرف على مواصفاته. ما طول عليكم مقدمة الفيديو، خلينا نفوت المحتوى وإن شاء الله استفاد يعني. ومثل ما نلاحظ أمامنا حاليا العلبة الخاصة بالجهاز ونفس السي 7، يعني بخلف الجهاز كله لغة صينية ما راح تفهم غير أنه ذاكرة الجهاز هي 32 جيجا بايت. اما مقدمة الجهاز فمثل ما تشوفون انه علامة السي او عائلة السي تدل على انه هذا الجهاز من عائلة السي من شركة سامسونج نفسه. مبدئيا اول ما نفتح العلبة راح نلاحظ الجهاز امامنا مثل ما تشوفون، زائد انه كتالوجات بسيطة يعني من شركة سامسونج، وهذا الشيء اكيد ما يعني انه باغلب الاوقات. ومباشرة راح نلاحظ أمامنا بطاقة الضمان الخاصة بالجهاز واللي هي من عائلة السي ومن المتجر الصيني، لأنه هذا الجهاز هو من المتجر الصيني. أما بقية محتويات العلبة فمثل ما تلاحظون أمامكم، مبدئيا خلي أشغل الجهاز بينما أستعرض محتويات العلبة. مبدئيا مثل ما قلت أنه أمامنا الهيدفون وهو من العتاد المتوسط، يعني ليس العتاد الخارق اللي نزل على السفن وغيره، لكن صوت هذا الهيدفون جدا جدا راقي. يعني انا الصراحة اكثر اجهزة سامسونج يعجبني بها الهيدفون هذا من هذا النوع، يعني زائد وصلت شحن من نوع المايكرو وليس من نوع التايب سي، زائد تشارجر للشحن وهو يحتوي على الشحن السريع او الفاست مثل ما تلاحظون امامكم، بمعنى انه هذا الجهاز يدعم الشحن السريع. راح تكون الملي امب على الشاحنة هي 2 ملي امب، وبهاي الفقرة راح يكون الجهاز ايضا داعم للشحن السريع وبشكل ممتاز جدا. اما من ناحية التصميم فالتصميم مختلف عن السي 7 اللي نزلته قبل فترة، كان اخوه لكنه مصغر نوعا ما. من الاسفل منفذ الصوت زائد المايكرو زائد الجاك والمايكروفون، من الايسر هو الفوليوم، من الاعلى المايكروفون الثاني وشعار الفورجي، من الجهة اليمنى هو الباور زائد استقبال الشرائح، من الخلف الكاميرا زائد فلاش حار وبارد. واللي يميز هذا الجهاز اكثر شيء هو نحافته، يعني نحيف للغايه، وتحس انه من اسباب جماليه هذا الجهاز. من الامام هي البصمه زائد ازرار تكون مضيئه زائد الكاميرا والسنسر الخاص بالتقارب وفلاش ليد للتنبيهات يعني. اكيد بالنسبه للتفعيل الهاتف الصراحه اللي دائما انا اذكره باغلب المراجعات واقول انه هي هاي الفقرة اللي تاخذ وقتي واللي يعني ما احبها من شركة سامسونج، انه انت لازم تضيف كثير كثير خطوات حتى تتمكن من تشغيل هاتف. يعني الخطوات اعتقد تصل الى 10 خطوات، من خلال الجوجل اكاونت، من خلال حساب السامسونج نفسه، من خلال الواي فاي وغيره، فراح ياخذ من عندك وقت عكس اجهزة هواوي ما تكون الا فقرتين او ثلاثة وبعدي يكون تمام يعني الجهاز مشتغل وياك. زائد الايفون هم نفس الشيء، يعني من تفعله كثير كثير خطوات تتخطاها حتى تتمكن من تفعيل هذا الجهاز. بالنسبة لابعاده هو 145 في 72 بسماكة 6.7، 6.7 يعني راح يكون نحيف الجهاز. قلت انه من سر وسبب جمالية هذا الجهاز هو نحافته، ووزنه راح يكون 143، يعني راح يكون جدا مناسب للاستخدام. بالنسبة لشاشة الجهاز وأبعاد شاشة الجهاز فهي من نوع سوبر أموليد 5.2، وراح تجي بكثافة 1920 في 1080. الصراحة شاشة السي 5 والسي 7 شاشة جدا جميلة لأنه من نوع السوبر أموليد. بالنسبة للإضافات اللي ضافتها شركة سامسونج على هذا الجهاز،
واحدة من هذه الإضافات هي الأزرار راح تكون مضيئة، زائد أنه البصمة أو الفينجر برينت راح تكون بمقدمة الجهاز، وهذه أنا أعتبرها من الإضافات اللي موجودة على هذا الجهاز نفسه. أما بالنسبة للإضافة اللي ما كنت متوقعها وحصلت بشركة بعائلة السي، هو وجود الـ NFC. الـ NFC الصراحة شركة سامسونج يتعامل وياه أنه هي تخليه بالفلاكشيب أو الأجهزة الغالية، يعني ما تخليه بالعائلات المتوسطة، فوجوده كان بالنسبة لي قفز. زائد إضافة النظام الصوتي مثل ما تلاحظون أمامكم، أنه أنت عندما تركب الهيدفون الخاص بالجهاز وتشغل هذا النظام الصوتي راح يكون عندك صوت مختلف نوعا ما، يعني راح يكون تجربة جديدة للصوت. بالنسبة لنظام التشغيل، فنظام التشغيل كالمعتاد شركة سامسونج بدأت مؤخرا تستعمل نظام المارشميلو بصورة رسمية، يعني ويكون هو هذا النظام الرسمي لأغلب أجهزتها، يبدي من الفئة الضعيفة لين الفئة الخارقة، وبعد راح يحصل على تحديث هذا النظام أكيد، لكنه التحديث ما أعتقد يعني النوغا ينزل حاليا، لأن النوغا مخصص للفلاكشيب فقط، راح يجي مارشميلو تعديلي وبعد النوغا عند ما يكون الفلاكشيب ضعيف. أما بالنسبة لذاكرة الجهاز، فذاكرة الجهاز الداخلية هي مثل C7 بالضبط 32 جيجا، مع إمكانية الـ SD أو الذاكرة الخارجية تصل إلى 256، أكيد مع رام 4 جيجا، وهو الذاكرة العشوائية اللي هي مسؤولة عن فتح التطبيقات زائد السرعة الإضافية للجهاز نفسه مثل ما نشوف الذاكرة الفارغة. أما بالنسبة للبطارية وبطارية الجهاز، فبطارية الجهاز هي أهم شيء بالجهاز نفسه، فبطارية الجهاز راح تكون 2600 ملي أمبر، أكيد غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع أكيد بالنسبة للشحن السريع، لأنه الشحن اللي يجي مع الجهاز هو مثل ما ذكرنا فاست تشارجر أو شعار الشحن السريع موجود، لكنه هذه البطارية وهذا الجهاز لا يدعم شحن اللاسلكي اللي نزل على 6 و7 وغيره، فيدعم شحن السريع فقط. أما بالنسبة للصوت، ولو نجي نحكي على الصوت، في قياس الصوت بحجم أو سماكة هذا الجهاز، لأنه مثل ما نعرف أنه سماكة الجهاز هي تعطي مساحة للسماعة أكثر، فالعجيب أنه صوت الجهاز قياسا بسماكة الجهاز كان جدا جميل يعني، وما توقعته بهالنقاء هذه، ولا توقعته راح يكون صوت موجه وصوت يعني بالنسبة إلي غير مزعج، لكنه الصراحة كان صوت الجهاز بالنسبة إلي مرضي، وكان تجربة جدا روعة يعني حلوة، من ناحية انه سماكة الجهاز قلت، ومن ناحية انه الصوت موجه وبيه درجة تضخيم، يعني ما تحس انه اكو ضوضاء بالصوت نفسه اللي يخرج من الجهاز. بالنسبة لكاميرا الجهاز، فكاميرا الجهاز ما اختلفت عن صديقتها اللي نزلت قبل أيام على C7، بحيث أنه كانت كاميرا الجهاز هي 16 ميجا فتحة 1.9، ومثل ما نشوف دقة التصوير هو الـ HD والفول HD، وهذا الشيء كان نفسه متواجد على C7، والكاميرا الأمامية هي 8 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل أيضا فتحة 1.9 العدسة، وتكون الكاميرا الخلفية هي مدموج معها فلاش مزدوج أو فلاش حار بارد، لكنه الكاميرا الأمامية ما يجي عليها فلاش مثل ما موجود بالكاميرا الخاصة بالجي. وهذه هي الإضافات من عدد التصوير الاحترافي، من عدد تصوير الـ HDR والتتبع التلقائي والرياضي والبانوراما وغيره، كل هذه إضافتها الشركة سامسونج. مثل ما تلاحظون يعني دقة الكاميرا الصراحة قياسا بال16 بالنسبة لي ما كانت مرضية، وما كنت متوقع انه هذه الكاميرا هي كاميرا 16 ميجا بكسل، يعني الدقة اللي كانت عليها الصراحة ما تعطيك انه هذه 16 ميجا بكسل، مثل ما تشوفون هذه لقطات التقطتها بالكاميرا الخلفية بالجهاز نفسه. وهذه هي مباشر من الكاميرا الأمامية،
الصراحة انه الكاميرا الامامية المحبين السيلفي والتصويرات الخاصة يعني راح تكون مناسبة وراح تاخذ زاوية رؤية اكبر من زاوية الرؤية اللي هي الكاميرا الطبيعية. يعني مثل هذه التجربة بدأتها شركة سامسونج بالنوت 4 واستمرت وياها بالنوت 5 وكان S7 والS7 Edge وغيره. ومثل ما نشوف الكاميرا الامامية وتصويرها ايضا اضافت الفوركي. بالنسبة للمنافذ والاستيعاب وهذه كان من عيوب الجهاز الصراحة، انا هيك جهاز يعني احتار بي انه هو يخيرك يا اما شريحتين يا اما شريحة ورام، والشريحتين راح يكونن من نوع النانو، يعني ما راح تتمكن من اضافة شريحتين ورام بنفس الوقت. شباب وبالنسبة لسعر هذا الجهاز فسعره تقريب 350 ألف دينار عراقي أو 325 ألف دينار عراقي بالدولار 250. أتمنى أنه هذا الفيديو فاتكم بشيء، ضاف لكم معلومة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتقبلوا تحياتي أخوكم.